تعطوني صورة لردود أفعال منى سامي بعد خسارة المنتخب الوطني. رياض، التعليق إليك. منى تقول ألو عماد، عوف الطوبة وأركض ورا هدف سامي. يعني أعتقد الهدف السامي هو أن يفرح شعب العراقي ويحقق نتيجة طيبة. ما تحقق هذا الهدف مو معناه أنه يعني إنسانة ما له علاقة بكرة القدم. انتقادها واضح صريح جدا، كمواطنة تتمنى الفريق يفوز، بس مو تفرض على عماد يغير مثلا من مدرب يروح يحول إلى شيء يصير مثلا مقدم برامج. عندك تعليق؟ هاي قضية الاتحاد يعني، هي عدا حسجة بالموضوع. حسجة تقصد شيء آخر؟ طبعا انا قريت لك المكتوب، تبقى حمزه بقلبها ويعرف ايش تحكي. لا لا مو واضح، هذه جمله شهيره ترى. هي واضح يعني له عماد؟ لا 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 ما الارض ورا هدف سامي، هذه جمله شهيره والله. إيه من 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 افضل الاهداف الساميه الانسان حتى يثاب عليها عند رب العالمين، وتقديم خدمه الشعب البلد يفرح ناس. صحيح. عموما هي الرساله بكل حب وموده لكل اخوتنا مقدمي البرامج السياسيه، من حقهم الضوجون تعترضون على نتائج منتخبنا باعتبار كرة القدم هي توحدنا. صحيح. هي تفرحنا وهي تحزننا، لكن الغمز من قنوات سياسية وإحنا نسميها بطريقتنا نضرب بسامير بهذه الطريقة واستثمار الخسارة وهيجان الشارع الرياضي، هذا خطأ ومرفوض. عماد محمد الإنسان لاعب كرة قدم، مثل منتخبنا الوطني في وقت سابق خير تمثيل، والآن مدرب عراقي ننتقده، عندنا مشكلة ويا التشكيلة، عندنا مشكلة ويا أداء المنتخب، هذا كله حق، بس التشكيك بوطنيته خطأ، والاعتراض على توجهه السياسي وهذا حق المشروع ما لنا علاقة به. لك حق تنتقد كجمهور، كمشجع، كعاشق للمنتخب الوطني، انتقد فنيا وعوفونا كرة القدم مالتنا. هم تريدون تدخلون بها خلافات السياسة وتقاطعاتها يا حمزة؟ والله انا يعني احيك على الكلام والرد على التغريده او بالفعل يعني كل انسان توجهه وقناعته بالسياسيين، بالاحزاب، بالشخصيات، بالرموز طبيعي جدا، واحنا هو ما مقتنع بشخصيه، هاي خلط اوراق بكل صراحة. رمز عظيم، خلط اوراق، مقتنع برمز عظيم، وهذا انت تيجي تحاسب عماد محمد مثل ما كثير من الفنيين انتقدوا. صحيح. حاسب تشكيلته، حاسب خياراته، حاسب أداء الفني، قراءته للمباريات، هذا حقك مدرب لازم يتحمل طبعا، بس احنا قلنا الاعتراض على قضايا اخرى مو صحيح خارج كرة القدم. استاذ علي هسه انا ما اعرف والله شنو لبالدة تهمز وتلمز. اذا انت المتابع هاي في الاعلام؟ لا والله لا والله انت المتابع. انت شو العلاقه المتابعه؟ هسه انت قريت ليها انا شفتها الو عماد كلمه مشهوره، ما لك دخل بالعوف، كلمه مشهوره مال مصطفى لا عوف عوف لعد على شنو والله ما ادري، كلمه شهيره للسيد مقتدى الصدر في وقت سابق يقول اركض ورا هدف سامي. وقلت لك انا هي اقتبست هذه الكلمه وحولتها لعماد محمد. لا انا قلت لك الهدف السامي، حتى اللي يمكن يعني ما سامع للسيد مقتدى هذه المقوله، بس حتى لو سيد مقتدى قال هاي المقوله فهي الهدف السامي اللي انا متاكد سيد مقتدى مقتنع بيها اسعاد الناس وتقديم خدمه لهم. فهل يصح استثمار هذه الجمله؟ لا طبعا شوف لا هي زميله نمرت على عماد، اقول لك قضيه هي يعني كزميله اعلاميه من حقها الضوج لان خسر منتخبنا، خلينا نحكي شي لغه الشارع، وكنا ضجنا، تبقى تستثمر هذه الخسارة لضرب جهات معينة، هي مؤدلجة، هي مدفوعة، هي توجهاتها تختلف عن توجهات عماد، فهي قضية معيبة جدا تطرح بالإعلام. عماد محمد نجم قدم لكرة القدم من كان لاعب، وحتى من كان ليش أقول لك إحنا قبل أسبوعين صفقنا العماد واستقبلناه بالمطار جاب ثاني آسي. خلي الأمور الفنية أصحاب الاختصاص عليه، خلي أصحاب الاختصاص هم ينتقدون فنيا طريقة أداء المنتخب وطريقة تشكيلة عماد محمد، أما تصير تصفية حسابات لغايات سياسية لإرضاء أرباب العمل فأعتقد قضية معيبة، مو بس على الأخت اللي صرحت، على أي شخص من الممكن أن يستغل يعني هكذا أمور بتوصيل رسائل أو إيصال مسجات ما لها علاقة بالرياضة.